العماد ميشيل عون زارب عبدة وأكد عقب لقائه رئيس الجمهورية أن الوضع الراهن يتطلب العودة إلى الحوار وأن الحكومة لن تسقط تحت الضغط. وتنضم إلينا من بعبدة الزميلة جويس عائي. جويس، ما هي أجواء بعبدة؟ تفضلي. نعم شانتال، يعني في إطار المساعي والمشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع أركان هيئة الحوار وذلك لإعادة إحياء طاولة الحوار، التقى منذ بعض الوقت رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون هنا في القصر الجمهوري في بعبدة لمدة ساعة من الوقت. مع أن شانتال يعني كل المؤشرات هنا في قصر بعبدة في كواليس قصر بعبدة كانت تشير إلى عدم تصريح العماد عون بعيد الاجتماع، إلا أن عون يعني فاجأ الجميع وحضر هنا، دخل إلى قاعة التصريح وصرح بعيد اللقاء، وتحديدا في موضوع الحوار قال العماد عون إن الحوار ضروري عند الأزمات الجديدة، وفي الشأن الحكومي قال لا إمكان لتشكيل حكومة أخرى والحكومة لن تسقط تحت الضغط، بل هي مستمرة في عملها وهي تنتج قبل اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن كما بعده. وأيضا أضاف العماد عون الوضع ليس عاطلا كما يحاولون تصوير الأمر، فالأمن مستقر رغم بعض الحوادث. وعندما سألنا العماد عون عن إمكان يعني عقد اجتماع يجمع القيادات المسيحية، يعني قال لنا عندما سألنا تحت رعاية من سيكون هذا الاجتماع، رعاية البطريرك الراعي أم برعاية رئيس الجمهورية، قال لنا عندما تصلكم كارت الدعوة ستعلمون ذلك. ما يوحي شانتال أن هناك سيحصل هناك اجتماع بين القادة المسيحيين. إذا أيضا شانتال في إطار مواقف الرئيس العماد عون قال إنه اقترح المضي بالتشكيلات خصوصا تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وقال سألت فخامته لماذا هذا التأخير في تشكيل هذا المجلس، يبدو أن الأمر متعلق بمجلس الوزراء، أضاف الجنرال عون. أيضا في نشاط بعبدة التقى رئيس الجمهورية السفيرة الأمريكية مورا كونيلي، وأيضا التقى وزير الصحة علي حسن خليل الذي هنأه رئيس الجمهورية، هنأ وزارته بكشف ملف الأدوية الفاسدة مشددا على وجوب عدم التساهل على الإطلاق مع المرتكبين الذين بلغت وقاحتهم حد التلاعب بصحة المواطن، طالبا من الوزير علي حسن خليل الذهاب في الموضوع حتى النهاية. وأيضا من زوار قصر بعبدة النائب بهية الحريري، الوزير ناظم خوري والنائب روبير غانم. نستمع الآن شانتال إلى أبرز ما جاء على لسان النائب العماد ميشيل عون. دائما وقت بصير في أزمات جديدة واحد بيتأقلم مع الوضع. هلا الوضع ايه في ضرورة للحوار، لأنه إذا بدناش نحل المشكلة بالحوار بشو ما نحلها؟ بننزل على الشارع بالسلاح؟ لن تسقط الحكومة تحت الضغط. وبعدين الوضع ما تتصوروا قد ما بيحكوا عنه عاطل، لا منه عاطل الوضع، الأمن في مستقر بالرغم من بعض الحوادث. هل سيجتمع القادة المسيحيون برعاية رئيس سليمان أم برعاية البطريرك الراعي؟ برعاية صاحب الدعوة، إذا الرئيس سليمان هو اللي دعا برعايته، وإذا البطرك هو اللي دعا برعاية البطرك. من الذي دعا؟ مهل مبادر؟ ما بعرف، بكرة بس يصليك الكارت. نص البلد ما بده يعمل مشاورات، وقالوا نحن مرتاحين مش تقبلينه، والحكومة بلشت عم تنتج منيح.